بونجور مشاهدينا، واحلى بونجور لضيف عن جد انا شخصيا كثير بحبه وكثير بحب ستيله. معي بالاستوديو حسن ادريس. هاي حسن. هاي بونجور. سافا؟ ايه جود جود الحمد لله. حسن اليوم حنحكي عن ثلاث اشياء مينلي، عن البرزنتيشن اللي عملتها بباريس، حنحكي عن الستيل الكولكشن هي البوندج. على فكره انا لابسه اليوم بليزر من عند حسن زيت مود اللي راح تشوفوه بالصور، واخر شيء بدنا نحكي انا وحسن لانه جايين على موسم اعراس حنحكي شوي عن البرايدل. ما هيك؟ اول شيء مبروك الكولكشن، وكانت البرزنتيشن كثير حلوه بباريس، ومبروك لانه اول مره كنت بتعمل برزنتيشن للكولكشن تبعتك بباريس. مزبوط. هلا قبل كنت عامل برزنتيشن ريدي تو وير، بس هذا اول مره منفوت بالكوتشور. And I did part of Paris Fashion Week and the Couture Week. عملنا showroom with a presentation مع models لابسين some of the garments and basically it was a private view for the press and some of our private clients. يلي لحقوك من لبنان. يلحقوني شي من لبنان وشي من غير لبنان كمان. يعني everywhere. Pretty much my good clients, yes. شفنا حسن بهيدي الكولكشن تبعتك تغيير جذري، يعني انا بعرف شوي ستيلك غير انه انا الستيل كثير بحبه تبعتك، بس هيك شفنا شيء جديد. هلا لك لقلك شو، يعني ما بفتكر في، يعني يمكن ما في ديزاينر بيعترف انه عامل غلطه، لانه it goes against the principle as a designer that you trust. بس ما في حدا بيناتنا ما عمل اللي كان لازم يعمله، لانه يعني اخر النهار fashion design is a business and it's an industry وعندي clients and you're catering for somebody, it's not purely artistic. على مزبوط انه قبل يمكن كنت اجدد بالمصلحه، فكنت مضطر اشتغل اشياء يمكن عارفها رح تبيع، عارفها انه targeted لسيرتن كليونتال وهيك. هلا فاينلي الحمد لله وصلت لمرحله انه فينا اعمل الكولكشن اللي بتعجبني على السيل اللي انا بيعجبني، وصلت لمرحله بعد 7-8 سنين انا بقدر افرض اللوك تبعي للزبائن اللي بحبوه، as opposed to before. يعني صرت بقدر ارفض لوك ما بيشبهني. هيدا عم تحكي عن الكاستم ميد. عم بحكي على الشغله as a whole. اوكي. مشان هيك هيدا هو اللي قدر اللي سمح لي اشتغل كولكشن اللي انا بحبها مع الالوان اللي انا بحبها والسيلويتات اللي انا بشوفها. هلا طبعا يعني انا يلي بحبه، يعني بعدني بحسب انه انا بحب المراه، بحب المراه الصغيره، بحب المراه الكبيره، بحب المراه الناصحه، بحب المراه الضعيفه، بحب المراه المورقه. I like women. So there's something that caters to every type of body shape, every type of persona, and every type of situation. بس الشيء اللي بيشبهني اكثر من هلا حنشوف صور، حيتمروا صور من البرزنتيشن من الكولكشن تبعك بباريس. على فكره هيدا الفستان ذا دريس معنا اياه بالاستوديو، فينا نحكي شوي عنه لانه عم تشوف بوندج كثير. This is basically this is my show piece. هلا بوندج از يعني هيدا تكنيك شغل صار لي شغلها فتره، ما انه اول مره بفرجيها. هلا مزبوط this time we got a bit carried away وعملنا بوندج لحديد الراس والجسم كلياته to create a certain optical illusion. هلا المرأة اللي بتلبس هالفستان ما بيبين غير داريرتها من ورا واجريها من ورا. اوكي. Which was part of the idea of the collection. هلا اللي حلو بالبوندج انه يعني كل ما بتجي لعندي زبونه ككوتشور وبقيسها الخامه لاول مره اللي بسويه هو يعني بشتغل شوي مثل بلاستيك سيرجون، انه بدور الديفويات اللي ما بحبهم in cold and hot colors, a language that I only understand. بعدين بصير برسم لينيرز لاشوف مثلا هيدي بدي اعرض لها كتافها، بدي اشقل لها صدرها، بدي اضيق لها خصرها حسب شيب جسمها. يعني وكل هدول اللاينز ور ايفينشولي يعني جليزيت خادوي دونز اون تكنيك ترجمتهم. لازم بدي مترجم انا هون تلحق على حسن بالانجلش وبالفرنش. خلينا نكمل شوي حسن بالصور. هون انت، هون عم نشوف كمان، هون ما كثير مبين الفستان، في صوره بعد يمكن اوضح له. هون عم نشوف حسن
خبرنا شوي هيك. يعني الكولكشن اللي كنا عاملينها كانت على كارت التارو ذا 22 ميجر اركاناز. 22 ميجر اركاناز يعني كل وحده بتمثل ديستني بيرسونا. اوكي. يعني وحده از ذا ستار، وحده از ديث، وحده از ذا ديفل، وحده از ذا امبرس، وكل وحده. يعني ذا انترستينج بيت اباوت ذس كولكشن انه اشتغلتها فروم ا فيري كونسبتشوال بوينت اوف فيو. يعني صرت شوف انه يعني كل كاركتر بيشبه مين من زبائني، والزبونة اللي عندها ياها اللي أنا بتنبأ لها عندها هيدا المصير كيف شكلها وكيف الفرم تبع جسمها. وجربت أدابت بين اللي أنا بعيشه وبين اللي قريته بالتارو على على على, على كل قطعة، which is why I was able to have so much variety in the collection. Normally any designer بتاخدي one theme بالطبيعة، فستان قصير على فستان طويل على جاكيت على بليزر أو whatever. This time each dress on its own is a theme and a personality. مشان هيك جمعنا كل الألوان، ومشان هيك وحدنا الألوان ووحدنا التطريزات ووحدنا القمايش to keep a certain consistency in the collection. يعني حسن قد ايه هون بعدنا عم نشوف هيدا شو بيمثل مثلا هيدا الفستان؟ هيدي its strength. Strength. اوكي القوة يعني. القوة. اوكي. وبيسكلي كان التطريز جاي هيدا مثلا its death. It's death. أنا فكرت الdeath حيكون أسود حسن. بس death is a white skeleton، لا أسود. إيه مزبوط. شفت ما الواحد حسب ال perception تبعته براسه، بس it's good to know. واو. واو. كتير حلو. هلا بين الديتاي تبعته. إيه هلا هذا فيه يعني كتير من شغل التطريز اشتغلني. Is either matte ما بيلمع يا ما it's three dimensional. كان جعبلي أطلع من ال من ال من ال يعني من التطريز اللي بنشوفه معودين عليه، يعني معودين عليه الورد والدعتال والباستيل والروز والنو. هون كمان عم نشوف واو. هلا في فرايتي كثير مثل ما قلت، يعني هلا كل فستان بتطلع فيه بلاقيه ديفرنت كثير، سيم مود بس بذات الوقت ديفرنت. اكزاكتلي. هون بعد عم نشوف هيدا شو مثلا. هيدا هو this is the strength dress مثلا. okay. كل التطريز مشغول 3D to represent يعني basically هيدا عملنا an anatomy study on the body to see where the veins and which veins were the most nerves control what type of the body. ورسمناهن على التطريز و... يعني اخذ كثير شغل معك لطلع هيدا الكونسيبت، لانه عم تشوف شكله في فريق عمل كثير كبير. مين بيطلع بالكونسبت حسن؟ لك الصراحة يعني هيدا حلو كتير، بس هيدا شو؟ هيدا it's a blaze it's a جيلي بلبس فوق overall nude. واو جيلي طويلة. جيلي طويلة. واو. هلا هيدا كتير ستيلي by the way. I can tell. بس في واحد تاني جلد I'll show you which one's really I think your yeah. style. بس لكن my biggest achievement لحديد هلا is not even my it's not my collection or my PR or my marketing or my image. My strongest asset لحديد هلا is the team of employees that I work with. يعني وصلت لمرحلة إنه برضو مع العربية المكسرة تبعيتي، برضو مع التفسير، مع كل هدول، وصلت لمرحلة فيني فوت عند الخياطين وعند الطرازين وفسر لهم شو هي الفكرة، فسر لهم شو عم نعمل، شو بتمثل، شو بيصير، شو. Which is why I was able to create a collection that's so rich. It's a teamwork. It's not my work on its own. هيدا كمان يلي بينجح العمل وقت الواحد يكون عم يشتغل وقت يكون في teamwork. كمان بيفهموا لك راسك حسن، أهم شيء هيدا الواحد. بيفهموا لي المود. الستيل تبعتك، المود تبعتك. That's why كنا عم شفنا هالكولكشن. بعد عنا صور رنا. طالع عبالي شوف هيدا اللي عم تقلي عنه. The leather one. The leather one. هذا مثلا it's the magician that dress magician. اللي عم بينلبس. واو. This is the شو. Fall of the tower. C'est très joli. So it has the constructive embroidery من تحت. This is the empress. This is the world. يا ريتهم بيانتي سكسي مع ال يعني في دائما تاتش كمان هالسكسي. عرفت المفتوح، الاجرين المبينين، الهيدا. واو لك هيدا شو حلو. Like at the end of the day, my job as a designer, especially that I'm doing couture, is to create the dress that suits you, that suits your figure. I like sexy. Yeah, like everyone. بس في خيط رفيع حسن دائما أنا بقوله بالبروغرام هوني بين سكسي وبين فولجر. أدي هيدا الخيط الواحد بده يضله يشتغل عليه حتى نضلنا بالسكسي مرو على الفولجر. أنا بقول حسب الزبونة. يعني ما حسب زبونه مثلا الاتيتود تبعه، حسب الكيرفز تبع جسمه يلي فيهم يعملوا شيء سنسوال فيهم يعملوا شيء سكسي. مزبوط. اذا مره جسمها سكسي as it is and she has the right curves يمكن going more conservative is more appealing. Exactly. هذا هو. حلو.
That's what هيدا, I think is هيدا شو الماتيريال؟ It's leather and net. The net wow. is laser cut. عاملينه عنا and it's a leather deconstructed jacket from the top. Beautiful. عم تشوف لونين يا ما لون واحد؟ لون واحد. آه بس عاطي كأنه موج. لأنه مات وغلاس. وهون شو عم تشوف؟ آه. Another. This is the sun. The sun. Wow. This is one of my favorite pieces personally is the t-shirt. T-shirts لأنه شفناك هلا عملت جام كمان هيك t-shirts مهضومين كتير فتنا بغير مود هلا. يعني I like that. Nowadays wow. You know what the يعني أنا I like targeting always the modern contemporary woman. اليوم إنه يعني how many occasions عندك بدك تلبسي فستان طويل وhow many occasions عندك بدك تلبسي t-shirt الحلوة الواو اللي حتمرق قدام مليون شخص اللي مزبوط انه I believe that the feel good element of couture should exist in your everyday garments exactly that's the only thing we don't have يعني as far as the region مزبوط هيدا لا هيدا الجمب سوت هيدا عجبها لرنا تحت اوكي هيدا من اكثر قطع عجبت بباريس this is the hanged man هو بنطلون من فوق وبنطلون من تحت بس مخياطين كأنه جمب سوت واو مبين كأنه جمب سوت حسن بدي فوت معك شوي هلأ جايين على موسم أعراس وكله عم يسأل وببلش الخوات هيدا الكريزي مود أكيد أعتقد all of that and the drama والعروس وأم العروس والعروس اللي بتتخانق مع أمها وأمها اللي أحلى من العروس والأخت اللي ضعفانة والول بركو بتشتغل بسيكولوج أنت شوي عرفت very much so it's my job خبرنا شوي عن الأعراس عن موسم الأعراس عن موسم الفساتين عندك ready to wear عندك custom made عندك ليك I don't do بالنسبة للأعراس بحياتي ما بعمل فستان عرس مرتين ما بمرق عروس لبسة زيت الفستان واحدة تانية لبسته هاي شغلة تانية على كتير أوقات وقتها بتجي لعندي العروس يعني بيكون عندها يمكن شي حلمة ست مرات على ست فساتين مختلفة بدها تحط كل الأفكار بفستان واحد which is أول شغلة بعملها مع العروس أول شيء الفستان اللي بشتغله بده يكون كلاسيك لأنه بعد 30 سنة بتطلع على الصورة ما حتقولي يشو خطر ببالي وقت عملت الكمام هيك أما وقت عملت غير هيك I like working with pastels and very white off-white okay. creams nude colors ما كتير بحب فوت بالألوان كcolors شغلة تالتي اللي كتير ناس ما بياخدوها بعين الاعتبار أنه أهم شيء تلبس الفستان اللي حيحليكي ومش الفستان الحلو لأنه آخر النهار اي مره بدك تحليها بتلبسيها اسود واي مره بدك تبشعيها بتلبسيها ابيض اوكي فاوريدي عم تاخذي ريسك اوريدي عم بتطلعيها من هير سيكيورتي زون يعني اهم شيء يكون الفستان يلي بيبرز لها جسمها بيبرز لها شكلها تطلع هي حلوه غير ما يطلع الفستان ياما بنشوف عرايس انه بتطلعي بالفستان بتقولي وما حدا بيطلع بوجهها مزبوط بيكون الفستان اكل كثير من ال من شكلها يعني which is يعني I believe why you come to a designer يعني أنا ياما عامل فساتين شغلينه كتير جعنا بعدين اضطرينا نرجع نخفف من الشغل اللي عاملينه لأنه بلعة للزبون تقام بطلت مبينة فيه هاي الشغلة دايما بيخذها بعين الاعتبار شغلة تانية نحن بالنسبة لفساتين الأعراس يعني شغلنا أول شيء لأي فستان أنا بعمله شغلي ما بيخلص بالفيتينج روم شغلي بيخلص بعد بثلاث تجمع على فيسبوك وبعد انستغرام يعني إذا عند زبونة مثلاً شوي مليانة رح أعمل لها شاحت لما توقفي بوجهها وتاخدي سيلفي وتطلعي قدر بعض بتصفي إنه مجبورة توقفي بوجهها أي حدا وقف بوجهها حيبين أنصح منها القماش اللي بنستعمله أهم شيء مش بس كيف بيبين وكيف بتحسي فيه كيف بيطلع على الصور مزبوط لأن الصور هني حيضلوا يعني أكتر شيء بس الصور بيضلون هلا كمان نحن when it comes to brides يعني نحن أنا مسؤوليتي بتخلص وقت بدها تشلح فستانها اخر العرس انه بضل عنا تيم بضل عنا مثلا بالويتينج روم بيكون عندها مثلا ثلاث اربع خياطين ناطرينها شي انفتق شي صار انه اكسيدنتس هابن اند ثينجز هابن اند انا فور مي ماي كلاينت يعني ماي برايد از بيسيكلي ماي ايمج ان فرونت اوف 600 بيبل ان فرونت اوف 1000 بيبل ان فرونت اوف 200 بيبل يعني ما باخذ العروس اللي ما بتمثلني ما باخذ العروس اللي انا مش مقتنع منها ما باخذ العروس اللي ما فاتت قلبي لانه بدي احبها غير زبونة فيني احبها اقل ويمشي الحال واعطيها اللي بدها اياه وتكون كثير مبسوطه يمكن تحبني اكثر بس هي. العروس لازم انا احبها لانه بدي البسها نهار عرسها وشعر وميك اب وبدي اكون عن جد جنونلي مهتم اوكي سو ذس از سمثينغ اي اولويز بير انتو اكونت بيكوز از بزنس مايندد از اي كان بي يعني اي ريمين سم هاو a bit artistic in my work and I love what I do and for me to keep on loving it يعني you have to say no to a fair few things
واو along that journey. واو حسن أنا كتير كتير انبسطت اليوم باستضافتك. For all the brides عندكم أدرس واحدة البسيكولوج والفاشن ديزاينر حسن إدريس، وهلأ حأختم معكم وحنكمل بلايف. Thank you.